من قناة الجديد مساء الخير. في عناوين هذه النشرة: مهرجان تصعيدي في طرابلس ودم خطبائه عم يغلي غلي. في الخاص: جوست بلاش ببلاش والوزير الملك يغطس في مسبح الجامعة. حزب الله من سوريا إلى سورينام. ماراثون بيروت كينيا وإثيوبيا ركضتا لأجل لبنان. لأنه أنا بحب لبنان كثير. محادثات النووية انتهت مرحليا ببسمات ظريف. وفي النشرة: داعشيات منوعة بالعربي والألباني. إن شاء الله بإذن الله بديش كترين تقوتا. تفاصيل هذه العناوين تتابعونها في النشرة بعد قليل. أهلا بكم. عبأت قيادات شمالية المشهد الطرابلسي وشحنته بخطابات لم تبقي حجرا على حجر. وما كان يخفل عن خطباء المنبر كان الجمهور يتولى أمره. ومعا من فضيلة شيخ إلى نائب فقائد محور زائد الجمهور، تكون طقس طائفي اتخذ لنفسه عنوانا رسميا هو أولياء الدم، وأطلق شعارات وهتافات مناهضة لجبل محسن ومجلسها العلوي والمفتي الشعار وحزب الله. وإذا كان قادة المحاور قد أصبحوا مفاوضين يحضرون الاجتماعات مع الدولة، فلا عتب إن اعتلوا المنابر وخطبوا منتحلي صفة الزعماء. وعلى المنبر جاءت كلمة الشيخ سالم الرافعي لتعيد التذكير بأحمد الأسير عندما اعتبره نظيره الشمالي أنه رمز للطائفة السنية. وربطا بالأسير، كشفت معلومات أمنية للجديد أن الأجهزة تحقق في مدى صحة الأنباء عن هروب أحمد الأسير إلى حمص. وتقول المعلومات إن الأسير غادر ليلة الثالث والرابع من هذا الشهر باتجاه الشمال متنكرا بزيه النسائي المعتاد، ترافقه في السيارة حاجة من آل علواء كانت تعطيهم دروسا دينية، وسيدة أخرى هي زوجة محمد العارفي الثانية. والعارفي ينتمي إلى تنظيم فتح الإسلام ومتواجد مع زوجته الأولى في حمص. ومن ضمن عداد الوفد الهارب أيضا مرافق الأسير من آل السوسي. وتخضع هذه الأنباء للبحث والتحري عند تخوم معابر شمالية أصبحت مأهولة في الذهاب والإياب، لكن ذلك لن يبرر سقوط القذائف العشوائية من الجانب السوري على بلدات وسكان آمنين، وبينها اليوم قذائف طالت النورة وحكر جنين والدبية. وفي الداخل السوري السيطرة تتفاوت، وإن كان النظام متقدما ويساعده في الميدان أن الفصائل المعارضة تتناحر فيما بينها على الأرض كالمعارك بين داعش والنصرة وداعش ولواء التوحيد. وكلما تمت تصفية فريق يحصد النتيجة النظام السوري. أما المعارضة السياسية في اسطنبول فقد قررت إفادة رسل لها لبلاد الشام على شكل وفدين للتشاور مع الجيش الحر قبل إعلان الموافقة على جنيف 2. معارضة اسطنبول قررت ما هو أهم من المشاركة في جنيف عندما أعلن مجلسها أن إسرائيل لم تعد عدوا للمعارضة. ولإقران القول بالفعل، فهي دعت عضو الكنيسة عن حزب شاس يعقوب مارجي إلى تركيا حيث التقى جماعات مسلحة طالبين الدعم العملي. إذن مهرجان إحقاق الحق في طرابلس يتحول لإطلاق التهديدات بوجه جبل محسن. والرافعي يقول إذا كان المجرم رمزا لمنفذي تفجيرات فأحمد الأسير رمز للطائفة السنية. في مهرجان إحقاق الحق في طرابلس، كما أطلق عليه المنظمون من إسلاميي وسلفيي المدينة، كانت لغة الثأر والتهديد أعلى بكثير على لسان كل من اعتلى هذا المنبر. الرايات السوداء ارتفعت عاليا حتى فوق سيارة قوى الأمن الداخلي هذه، والدم السني كان يغلي حتى على مفتي المدينة الشيخ مالك الشعار. يا شعبنا
أما نجم الاحتفال الذي استوقف النداء بحياته كلمات الخطباء فكان الفار من وجه العدالة أحمد الأسير. نطالب الدولة أن تعامل هؤلاء كما عاملوا الشيخ الأسير. إن كان هذا المجرم رمزا لهم فالأسير رمز الطائفة السنية. نقول إن وراء شهدائنا أيضا طائفة وسلاح يحميهم، وإذا كان هؤلاء يهددون الدولة اللبنانية بدبابات النظام السوري على الحدود فإن وراءنا أبطال الشعب. سلموا لنا القتلة، قالها علي للخوارج الذين قتلوا عامله، فتشاوروا فيما بينهم وأتتهم الاتصالات من حزب السلاح ومن النظام المجرم، فخرجوا كما قال قزمهم البارحة وقالوا للإمام علي: كلنا قتل. فقتل منهم أكثر من 2000 مجرم وفر الآخرون، وهذا الذي ينتظر جبل محسن إن لم يقروا بالعدالة. نعم نعم، نريد من الدولة أن تمنع علي، أن تمنع عيد بشار وحسن نصر الله من أن يحتل طرابلس. وإذا كانت الدولة عاجزة عن تحقيق هذه المهمة السيادية فلتقل ذلك علناً. اللقاء التشاوري حل محل لقاء قادة المحاور وألقى الكلمة باسمهم الشيخ خالد السيد بوصفه عضو اللقاء وقائد محور سابق. إن هذا الملف ملف التفجيرات لن يطوى إلا على أجسادنا، لن يطوى إلا على أجسادنا، وإن التباطؤ يفتح المجال أمام أولياء الدم وأنصارهم ليأخذوا سارهم بأيديهم. وكانت كلمة للنائب معين المرعبي طلب فيها بإحالة جريمة تفجيري المسجدين إلى المجلس العدلي بوصفها جريمة إرهابية. وردا صدر عن المكتب الإعلامي لمفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار بيان جاء فيه: كنا نتابع مهرجان إحقاق الحق في طرابلس الذي كان الهدف منه المطالبة بالاقتصاص من المجرمين الذين فجروا الناس في الطرقات والمساجد. ولفت نظرنا الكلمات التي قالها المدعو خالد السيد باسم اللقاء التشاوري على سماحة المفتي، وقد استغربنا كثيرا ما قاله وهو الذي كان حاضرا اللقاء، وكذلك كان يحضره بعض من الحاضرين للمهرجان، وهو يعلم تماما أن هذا الكلام غير صحيح، كما يعلم ذلك الذين سمعوه ولم يصوبوا له كلامه. وقد لمحنا في الكلمات والتوجهات أن المتكلمين كانوا يخطبون ود الناس، فالذي يريد إحقاق الحق لا يفتري على الناس ولا يقولهم ما لم يقولوه. فمشكلة طرابلس اليوم أنها قضية حق ابتليت بمحامين فاشلين لا يحسنون تمثيلها. بعد أشهر على انتهاء برنامج سبلاش يعود الشك في مسبح الجامعة اللبنانية. تحقيق للزميل جاد غصن. اوكي لحظة بس. 5 4 3 2 1. أنا أظن فلاش هيدا مش استئجار. نحن بحاجة لصف الميكروفون، يكون في ميكروفون على القليلة. ممكن يكون فائزة 100,000، يعني حيكون أكثر. No way. تقول عن نص مليون دولار. سامي. ليش ما كان في كونترا؟ ما كان في كونترا. ما بعرف لأنه ليش ما في كونترا. بين الأمر الواقع والأسباب الشرعية يبقى هذا المسبح، مسبح الجامعة اللبنانية في الحدث، مقفلا في وجه طلاب الجامعة، وإذ بنا منذ أشهر قليلة نفاجأ بتخطي الموجبات الشرعية وفتح المسبح لمتسابقي ومتسابقات برنامج سبلاش الذي عرضته المؤسسة اللبنانية للإرسال. استبشرنا خيرا لطلاب الجامعة بهذه الفاتحة.
لكن مهلا، هل يحق لمؤسسة عامة تقديم مرفق عام لاستعمال خاص؟ ومقابل ماذا؟ المبدأ القانوني أنه ما في أي مانع، ولكن نرجع إلى الأصل والهدف من تأسيس الجامعة اللبنانية. يعني نرجع إلى المادة الأولى من القانون الذي ينظم الجامعة اللبنانية، بيحكي هي مؤسسة عامة، مهامة التعليم العالي الرسمي في مختلف فروعه ودرجاته، متوخية في كل ذلك تأصيل القيم الإنسانية في نفوس المواطنين. يعني بنرجع، هل هالعمل الذي ستقوم به الجامعة اللبنانية من تأجير دون مقابل أو من وهب لمدة معينة، هل الهدف من وراءه هو تأصيل القيم الإنسانية في نفوس المواطنين؟ نرجع لهذا السؤال، إذا كان الإجابة عليه نعم، أكيد نعم يحق للجامعة اللبنانية، إذا كان كلا أكيد لا يحق للجامعة اللبنانية. لندقق بمدى التزام الجامعة بهذه المعايير القانونية، توجهت عميلاتنا السرية إلى الجامعة بصفتها مندوبة شركة إنتاج خاصة تود استئجار المسبح نفسه. منذ إذا بدنا نستأجر لهذا المسبح، ما مين لازم أحكي عطيني اسم حدا بتلقى، أنا مش هادئ ما في أنتر إنه ما يتلقى يعني. أنت قلت أنت هادئ يعني ما تقريبهم بأول ما سنستأجر جاي، بس ما نحكي هلأ الحكومة نقدر نحضر هذه نشوف حكي ناقص نقدر نعمل نفس هذا المسبح. أنا أخذ أغلق مباطئة لحضر الكريب على الحضر أكثر دموة عملي كتاب شرح يفيد كل هالتفاصيل جبيني بعضه على رأيي ونشوف رأيي. نحن عم نحكي أنه حسب المطار أنه قبل ما نستأجر قبل الشناك لا ما بيأجر نحن قبلنا ما أجرنا نحن كان أوقات كنا نشوف منا نسمح لهم بيوم استعمال وكنا من أوقات نوافق يعني لا أنا أظن كفلاش هيك وفلاش هيدا مش استئجار فلاش دمينهم تقديمة أكيد أنه دمين اشتري تليفزيوني وهيك بس مش استئجار ما صارت استئجار يعني ممكن أنه هي وافق على التقديمة ما يوافق لا هلا رئيس ما بيوافق على التقديمة لمين من جاي لا إيجار ولا مقابل للجامعة إذن ومعلومة مستغربة عن عدم رغبة رئيس الجامعة تأجير المسبح مجدداً على الرغم من تعهد المؤسسة اللبنانية للإرسال بتقديم معدات تصويرية وفنية لكلية الفنون ولكن وتزامناً مع أبحاثنا فوجئنا بتنظيم طلاب كلية الفنون في الجامعة اعتصاماً داخل حرمها في الحدث لعدم وجود معدات في الكلية نحن كلياتنا هون قررنا انه ما نطلع على صفوفنا حتى نلاقي المعدات اللي لهم 3 سنين بيوعدونا فيها ما عندنا استوديو نسجل فيه نحن بحاجه لصف الميكروفون يكون في ميكروفون على القليله مش مقبول ننزل على سوق العمل ما بنعرف شو يعني كاميرا كمان بيجي مثلا سبلاش اجوا صوروا هون وقالوا انه حنرجع نستخدم المعدات اللي هن صوروا فيها وهيك وهذا الشيء ما صار اقدمت المعدات او لم تقدم لماذا عدم تقاضي أجر والجامعة بأمس الحاجة؟ لماذا يرفض رئيس الجامعة تقديم المسبح من جديد؟ ماذا يقول العقد بين الجامعة وبين شركة إنتاج سبلاش؟ وهل فوتت جامعة الدولة على نفسها مئات آلاف الدولارات؟ كثرت الأسئلة وأصبح لزاماً الاتصال برئيس الجامعة الوزير الملك عدنان السيد حسين لتبيان ماذا يحصل. ألو ألو أهلا يعطيك العافية مع الوزير مين معي؟ غدا الاتصال بالوزير الملك ركض اللبنانيون اليوم لبنان في ماراثون بيروت فحصدت كينيا وإثيوبيا المراتب الأولى And here we go. That's it. The shot has been done. The special needs. أكثر من 36 ألف مشترك ومشتركة شاركوا في سباق ماراثون بيروت تحت راية لبنان وللبنان حيث احتشد الآلاف منذ ساعات الصباح الأولى في منطقة الواجهة البحرية قرب لبيال التحضيرات الأمنية والاستعدادات الميدانية للحدث بدأت منذ أسبوع ليمر اليوم بسلاسة أمنية ولوجستية ولأن لبنان هذا اليوم كان الحدث نزل اللبنانيون بروح رياضية وطنية إضافة إلى عدد كبير من العدائين من مختلف دول العالم جاي عم بسجل بلدي الإثيوبيا
وطلعنا نحن لازم كان نطلع أول، كل سنة نحن أول اللي بنطلع، بس هيدا سنة قلبونا الكينيا. سياسيو لبنان الذين شوهوا صورة لبنان من قسامهم افتقدتهم الساحة، فكان الحضور خجولاً. كذلك الأمر بالنسبة للفنانين الذين غابوا بشكل شبه كلي عن الحدث. حفلة سنوية نجمع فيها الفرح والمنافسة ونظهر للعالم أنه بلدنا أقوى من كل الظروف والتحديات، وهالماراثون بيرمز لأشياء كتير بيتمنوها اللبنانية. هالرسالة اللي جيتنا من هال36,000 مشارك، اتفقوا توحدوا بدنا نعيش. من كل المناطق، ما حدا عم بيفرق بين مسلم مسيحي كبير وصغير، كله عم بيركض بالجو فرحة وبهجة. هيدا لبنان الحقيقي وليس لبنان المحاور. لبنان واللبنانيين عندهم بياض بقلبهم. لما فعلا منجمعه تحت قضية يلي هي لبنان، يلي هي وحدة وطنية، يلي هي السلام، اللبناني حاضر. هذه رسالة سلام وأمن ومحبة للبنان. ولأن المواطن يمثل الصورة الأجمل للبنان، فإن الأطفال والتلاميذ والأهالي من كافة الانتماءات نزلوا من أجل الوطن. Everybody كلنا هون موجودين مبسوطين، فإحنا من الصبح محمسين. أهم شيء إنه to do it. ما مهم واحد يربح، ما مهم واحد يكون التايمينج تبعه، المهم إنه to have the life to want to live Lebanon. في بطولة، في جو حلو، في نركض لبنان، وهيدا شيء عم بشجع أول شيء السياحة بلبنان، وبالنهاية هيدا شغلة رياضية و كثير حنكون مبسوطين فيها. شو اسمه، وصلت على الفاينل بس ما بعرف شو ربحت. ربحت ميدل. بركض للبنان لأنه أنا بحب اللبنان كثير. كلين اللبنان يعطينا السليم يعني. ولو لم يدفع طلاب المدارس والجامعات ومعظم المشاركين 45,000 ليرة لبنانية للمشاركة في الماراثون الذي وصل عدد رعاته من وسط بيروت إلى شارع مصر في لبنان، لكان تمنى الجميع أن يكون كل يوم ماراثون محبة في لبنان. هو يوم ماراثون وطني بامتياز، نزل اللبنانيون إلى الأرض من أجل لبنان. لعلها رسالة للسياسيين لينزلوا من عليائهم ويجتمعوا فيتوحد لبنان. من وسط بيروت، نوال بري، قناة الجديد. انتهت المفاوضات بين إيران والقوى العالمية في جنيف من دون التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن حق تخصيب اليورانيوم خط أحمر، وإن بلاده تصرفت بعقلانية ولباقة خلال المفاوضات، مضيفا خلال كلمة أمام مجلس الشورى الإسلامي: أبلغنا أطراف التفاوض أننا لن نقبل بأي تهديد أو عقوبات أو إذلال أو تمييز. الجمهورية الإسلامية لم ولن تحني رأسها أمام تهديدات من أي جهة. هناك خطوط حمر لا يمكن تجاوزها، والمصالح القومية هي خطوطنا الحمر بموجب القواعد الدولية وتخصيب اليورانيوم في إيران. وبعد 3 أيام انتهت المفاوضات بين إيران والقوى العالمية في جنيف من دون التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية الغربية على إيران. وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن اجتماعاً جديداً حول هذا الملف سيعقد في 20 من الشهر الجاري. تحقق الكثير من التقدم، ولكن لا تزال بعض المسائل عالقة. هدفنا هو التوصل إلى نتيجة، وسوف نعود كي نحاول التوصل إلى هذه النتيجة. نعمل معاً، ولحسن الحظ سوف نكون قادرين على التوصل إلى اتفاق عندما سنجتمع مجدداً. أما وزير الخارجية الأمريكي جون كيري فقال إن القوى العالمية اقتربت خلال المفاوضات مع إيران في جنيف من التوصل لاتفاق لكبح البرنامج النووي الإيراني. لم نضيق قوة الخلافات ونوضح ما تبقى منها وحسب، وإنما حققنا تقدما كبيرا في العمل حول السؤال المتعلق بكيفية كبح البرنامج وضمان طبيعته السلمية. وفي وقت أعلن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي شريطة استمرار المحادثات، أعلن نظيره الروسي سيرغي لافروف أن السداسية وإيران سيعملان على قاعدة التسلسلية والتوافقية، موضحا أن هذا المبدأ أضحى أساسا المفاوضات. نجل الرئيس السوريناميّ متهم بدعم حزب الله. يواجه دينو بوتيرس نجل رئيس سورينام ديسي بوتيرس تهمة جديدة تضاف إلى مجموعة من الاتهامات التي وجهها إليه القضاء الأمريكي بتجارة الأسلحة والإتجار بالمخدرات. أما تهمة بوتيرس هذه المرة فدعم حزب الله من خلال إقامة قاعدة في بلاده لمهاجمة الأمريكيين مقابل ملايين الدولارات.
وبحسب الاتهام فإن بوتيرس الابن وهو من مواليد عام 72 عرض مساعدته لعناصر مفترضين من حزب الله هم في الواقع عملاء أمريكيون متخفون لتحويل سورينام إلى قاعدة لحزب الله مقابل مبالغ مالية بالاستناد إلى تسجيل مفترض لمحادثات أجراها مع أشخاص لم تحدد أسماؤهم ومع عميل أمريكي واحد على الأقل ادعى كونه عضواً في حزب الله. فريق الدفاع رفض التهم الموجهة لموكله وقال في بيان إن بوتيرس ليس مؤيداً ولم يكن مؤيداً على الإطلاق لأي منظمة إرهابية ولم يكن ينوي أبداً تقديم مساعدة لمثل هذه المنظمة. بوتيرس الذي عينه والده رئيساً لوحدة مكافحة الإرهاب بعد خروجه من السجن بتهمة قيادة عصابة مهربي كوكايين وأسلحة كان قد اعتقل في بنما في آب الماضي ورحل إلى الولايات المتحدة حيث يواجه احتمال السجن المؤبد، علماً أن الرئيس ديسي بوتيرس نفسه حكم عليه عام 2009 بالسجن 11 عاماً في هولندا بتهمة الإتجار بالمخدرات، ولكنه حظي بعفو بعد انتخابه رئيساً عام 2010 ليتمكن من تولي ولاية رئاسية. وسورينام تواجه باستمرار مشاكل مرتبطة بتجارة المخدرات وتبييض الأموال والاستغلال غير القانوني لمناجم الذهب. الجمهورية التي تقع شمالية أمريكا الجنوبية تحدها من الشرق غويانا الفرنسية ومن الغرب غويانا ومن الجنوب تحدها البرازيل ومن الشمال المحيط الأطلسي. هي أصغر دولة ذات سيادة من حيث المساحة وعدد السكان في أمريكا الجنوبية مع مساحة 165 ألف كيلومتر مربع و 470 ألف نسمة، والبلد الوحيد في المنطقة الناطق بالهولندية في نصف الكرة الغربي، علما أنه نال استقلاله من هولندا عام 75. ويذكر أن في أمريكا اللاتينية دولا عدة مناهضة للولايات المتحدة وعلى رأسها فنزويلا، إكوادور، نيكاراغوا وكوبا. مهرجانات الدولة الإسلامية في العراق والشام يحييها أطفال يدعون إلى الجهاد ومسلحو الجيش الحر يحلقون لحاهم خشية من داعش. العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم والبادي أظلم الذبح بالذبح والنحر بالنحر والبغي يرجم. دولة الإسلام في العراق والشام لم تعد تقاتل الجيش السوري وحسب، إنما أيضاً الجيش السوري الحر المعارض. ففي شرق حلب وجنوبها حلق معظم مسلحي الحر لحاهم خشية تمييزهم عن سكان الأحياء التي يسيطرون عليها، إبان سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على بعض هذه الأحياء وورود معلومات تفيد بأن الجيش السوري بصدد تنفيذ عملية عسكرية واسعة يطبق من خلالها على المدينة من جهة الشرق. لكن قتال داعش لا ينحصر على المعارك العسكرية، بل أن معاركه تتغلغل في نمط حياة السوريين الذين يعيشون تحت حكم الدولة الإسلامية المزمع إنشاؤها. ولأن القرآن الكريم هو بوابة الإسلام فأن تحفيظه يبدأ من سن مبكر، وقد طبق داعش هذا النهج الذي انتشر بشكل سريع بين المناطق. كم عدد الطلاب مستمرين الآن في هذه الحلقات؟ تقريبا ولله الحمد 30 طالب. سبب قلة هذا العدد هو انتشار الجهل في هذا الشعب. أنا الآن طالب آخر من هذه الحلقات، نتعرف عليك. آصف. تفضل يا آصف. هو أن حكم غيري أحسن من حكمك الذي فضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافي. لا ينحصر فرض الأطفال على حفظ القرآن الكريم، لكن لهؤلاء دورا أساسيا في التحفيز على خوض المعارك. فالطفلة منار هي من دعاة الجهاد في أحد مهرجانات الدولة الإسلامية في العراق والشام. وسنمضي ندف مع عقلهم بدوياً دامن يقلقهم. لا يردد الأطفال هنا أغنيات تناسب أعمارهم، بل يتحدث أطفال دولة الإسلام في العراق والشام عن الخلافة الإسلامية. فهذا الطفل ابن الأحد عشر عاما يناشد الجميع القتال ضد حزب إيران. ها هو حزب إيران ومن معه من كلاب إيران وشبيحة بشار يريدون أن يقتلوكم يقتلوا أهلكم هناك، فالمفير والمفير والزحف والزحف. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابن الأحد عشر كما ابن السبعين يدعو بلغته الألبانية إلى الجهاد في سوريا قائلا: ازعموا أمركم وتعالوا. يوم اشتغل ديتش فرانديو بيثير يتان مسلمان ata që kam e ju që keni besua se zëtë Allah në Koran. Binë jo Allahut, binë jo të dërgurit tim. Wa ba'd, اللجنة الدعوية في دولة الإسلام في العراق والشام يسرها دعوة السكان في المنطقة إلى حضور محاضرة بعنوان لماذا الدولة الإسلامية؟ وكل ذلك تحت شعار هي ميتة واحدة فلتكن في سبيل الله. منسق الأمانة العامة لقوى 14 من أذار فارس السعيد يقول لمن قطع طريق قرطبة ليل أمس ما تجربونا. رأى منسق الأمانة العامة لقوى 14 من أذار فارس السعيد أن فريقا من اللبنانيين يعتبر أنه يستطيع التصرف كما يريد، سائلا لماذا لا تفرض الدولة هيبتها في كل لبنان وتحديدا في منطقة جبيل. سعيد وفي مؤتمر صحفي عقده في دارته في قرطبة تناول قطع الطريق يوم السبت من قبل بعض المحتجين طالبا من حزب الله بأن يستنكر إذا لم يكن له علاقة بما حصل. أوعى حدا يفكر ولا حزب الله ولا غير حزب الله إنه كرامتنا على حساب حدا. أوعى حدا يفكر إنه حدا بيقدر يسكر لنا طرقات بلادنا، طرقات ضياعنا، ونحن ما رح نواجه. كل اللي عم بقوله ما تجربوا الناس، كل اللي عم قوله ما تفوتونا بحمام، ما تفوتونا بمشكلة منعرف كيف نفوت فيها ما منعرف كيف نظهر منها. هيدي المنطقة تجرح، اسمعوا مني أنا، ما تقربوا عليا. وشكر سعيد الدولة على كل ما قامت به في قرطبة لفتح طريق على الرغم من كونها ضعيفة أمام سلاح حزب الله بحسب تعبيره. رأى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل خلال مشاركته في مجلس عشرائي أقامته حركة أمل في حسينية بلدة ميس الجبل، رأى أن في لبنان مهمة مزدوجة تتعلق بوجودنا وكياننا، لذا علينا في مقابل ما يخطط أن نتعاطى بمسؤولية كبرى لإعادة تكوين مجتمعنا السياسي اللبناني. الأمور أصبحت بحاجة لإعادة قراءة منطقية واقعية ما يجري على مستوى الساحة الداخلية في علاقاتنا مع بعضنا البعض كقوى سياسية، كمكونات طائفية مذهبية، كمكونات سياسية على اختلاف مواقعها ومواقفها من القضايا المتصلة بالشأن الداخلي أو الشأن الإقليمي. لكن كنا نقول وما زلنا نقول أن ما يجمعنا هو أكبر بكثير مما يفرقنا، وبالتالي علينا أن نبحث عن هذا المشترك لأن فيه صيانة لوطننا ولأمتنا. أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعد عودته من روما إلى أن زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان إلى السعودية سيكون لها انعكاسها الكبير على واقعنا، مشددا على حصول الانتخابات الرئاسية في موعدها مع انتخاب رئيس جديد لنحافظ على لبنان. توصيته للمسيحيين هي وصيتنا أنه يحافظوا ويثبتوا بأرضهم، لأنهم عمرهم 2000 سنة بهالأرض المشرقية، لعبوا دور كتير كبير على المستوى الحضاري والثقافي والاجتماعي، وبعضهم بيلعبوه حتى يواصلوا قيمهم مع إخوانهم المسلمين هاللي كمان عندهم قيمهم الكبيرة. ومنتأمل أن احنا مسيحيين ومسلمين نتجاوز كل الحركات الأصولية والتكفيرية اللي كلها بتشوه الإسلام مثل ما بتشوه المسيحية. إذا فيها نحن بدنا نحافظ على العيش معا بوجه كل الدعوات للصراع بين الأديان والثقافات، هي كل رسالة لبنان. الوزير السابق وئام وهاب يقيم صلاة الغائب ويقول إن النأي بالنفس جبن وتخاذل. أقام حزب التوحيد العربي صلاة الغائب على أرواح عناصره الذين قضوا في معارك على الجبهة السورية في حضور رئيس الحزب وئام وهاب والشيخ أبو علي سليمان أبو ذيب وممثلا للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وقال وهاب: إننا لا ننأى بنفسنا في الصراع بين العرب والمستعربين، فالنأي بالنفس هو جبن وتخاذل وهروب ونذالة، ولا يمكن أن تنطبق هذه الصفات علينا بل تنطبق على كثيرين غيرنا. وحذر وهاب المسافرين إلى الخارج من أي التزامات. الأمر الثاني
الذي أريد أن أحذر منه هو يتعلق بأصحاب الجولات الخارجية الذي نحذرهم من أي التزام في الخارج لا يستطيعون تنفيذه في لبنان. وليسمعوا جيدا، أي التزام في الخارج يتناقض مع مبادئنا، يتناقض مع الثوابت التي حددتها قوى المقاومة في لبنان، هذا الالتزام غير قابل للتنفيذ في لبنان. واعتبر وهاب أن من هزموا في ليبيا ومصر يفتشون عن معارك رابحة في لبنان، ولن نمكنهم من ذلك. اعتصم أهالي بلدة يحمر احتجاجا على عدم إعطائهم حقوقهم بسعر الأراضي. نفذ أهالي بلدة يحمر في البقاع الغربية اعتصاما أمام نفق مشروع الكميمية الذي يروي قرى الجنوب بمياه الشفا من عين الزرقاء، وأوقفوا العمل في المشروع لمدة ساعة احتجاجا على عدم إعطاء أصحاب العقارات من أراضي يحمر ثمنها حسب الاتفاق. المسؤولين أول مرة وتاني مرة وتالت مرة تواصلنا معهم، وعدونا وما وفوا بالوعود، لا عم بيردوا علينا، وقلنا سنة ونص روحوا طع روحوا طع، هلق تاريخ الوراق كلها خلصت. وخلال الاعتصام تم حرق دواليب أمام النفق وإجبار العمال على وقف العمل في المشروع، مهددين بالتصعيد إذا لم يتم دفع ثمن الأراضي حسب الأسعار في المنطقة. صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. أقامت مؤسسة سكاف في زحل حفلة تكريم للمطران نيفون سالم ثاني رجل دين في الكنيسة الأرثوذكسية من حيث المنصب في حضور الوفد الكنسي الروسي على رأسه المتروبوليت هيلاريون الذي أكد حرص الكنيسة الروسية على الوجود المسيحي في المشرق. ولا نسمح أبدا بالتصفية المسيحية في هذا الوقت. وخريستيانستوا في هذا الريجيون لا يوجد مستقبل. ولا توافق على منطقة الشرق الأوسط اليوم معلش إملي بركان، يعني الخلافات اللي موجودة ما إلى سبب، الخلافات مبنية على طائفية والدين، هذا أنا ما عم بفهمه، مش مكتوب بأي كتاب كداس أو القرآن إنه واحد لازم يكره التاني ولازم يقتل التاني. رأى النائب حسن فضل الله في إحياء المراسم العاشورائية في مدينة بنت جبيل أن البعض في فريق 14 من أذار يحاولون أن يعطوا تفسيرات لمواقف حزب الله من التطورات وفقا لأحلامهم. عندما قبلنا برئيس من 14 أذار الحكومة وقبلنا بثلث معطل ل 14 أذار، معنى ذلك قدمنا تنازلا لأننا كنا ولا نزال حريصين على البلد وعلى حكومة وحدة وحكومة شراكي وما شابه. فهذه صيغة 996 حقيقة فيها تنازل من عندنا. بمعزل عن التطورات والظروف الآن التي تسير في غير مصلحة 14 أذار سواء في المنطقة أو في لبنان. التقى رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري وفدا يمثل أهل الموقوفين في أحداث عبرة، حيث جرى البحث في أوضاع الموقوفين والظروف التي يعيشونها. لمناسبة العيد 70 لاستقلال لبنان وضمن احتفالية مئوية لبنان الكبير التي أطلقتها النائب بهية الحريري، نظمت جمعية كشافة لبنان المستقبل رالي الاستقلال 70 الذي تنافس فيه شباب وفتيات من مختلف المناطق اللبنانية على دراجاتهم الهوائية. الحريري ألقت كلمة أمام المشاركين في السباق هنأتهم فيها على هذا النشاط. مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية تطلق الأعمال لتأهيل وتجهيز قاعة اجتماعية في مزارع آل مشيك في البقاع. لبت نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة ليلى الصلح حميدي دعوة آل مشيك لزيارتهم في بلدة مصنع الزهرة في البقاع، حيث استقبلها الأهالي بنحر الخراف ونثر الورود وإطلاق المفرقعات بحضور رئيس البلدية هواش مشيك ومختار المنطقة حسين مشيك وعدد من المشايخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله. هذا البقاع الحزين الذي حكمت عليه الدولة بالفقر المؤبد، لكنكم كنتم دائما تستأنفون وتطالبون برفع الغضن
عنكم وتدعون إلى الإنماء المتوازن. عبساً تجاهدون وأهل الدولة لا يعمهون، ختم الله على قلوبهم فباتوا لا ينظرون إلا إلى مصالحهم وعاثوا في البلاد فساداً. يعني مثل اليوم شفت بالصحف زوجة أحد الرؤساء الغربيين إجت لتزور لبنان، تهيأ لي إنه إجت لتساعد اللبنانيين بمحنتهم، وإذا اكتشفت إنها إجت لتشوف النازحين السوريين. يا أخوان إجوا عبلادنا لحتى يزوروا النازحين السوريين، أهلاً وسهلاً يساعدوهم، نحن ما قلنا لا، بس ليش ما بتجي مثلاً على مزارع بيت مشاك؟ ليش ما بتجي عند أهل بعيد بعكار؟ ليش ما بتجي عند الناس حيث في الحرمان؟ كنا لبنان منارة للشرق، أصبحنا مختبر للأسلحة، واليوم أصبحنا مخيم كبير، مخيم للفلسطينيين، مخيم للسوريين، وفاق العدد تقريباً نصف سكان لبنان. فما بعرف إذا يوماً ما بدنا نصير متحف لبقايا لبنانيين. وفي الأخير لا يمكنني إلا أن أكون بينكم دون أن أستذكر ماجد، ماجد حمادي الذي أوصاني بكم وأوصاني بأهل البقاع، وأن لا أعير الدولة انتباهاً بل أن أعمل بما أوتيت، والله ولي التوفيق. وقد أعلنت الوزيرة الصلح عن إطلاق الأعمال لتأهيل وتجهيز القاعة الاجتماعية لمزارع آل مشيك، وقد استمعت الوزيرة الصلح إلى أهالي المناطق ورؤساء البلديات ومعاناتهم اليومية، والتقطت معهم الصور التذكارية. من مآثر النزوح وسلبياته، طفل سوري أضاع أهله في منطقة الحمرة اسمه أيمن خضر، عمره نحو 4 سنوات، فهل سيتعرف عليه ذووه بعد هذا النداء؟ علو علو الرابع بتب. أنت شو اسمك؟ أنا أيمن. أيمن شو؟ أيمن خضر. أيمن خضر من وين أنت؟ من حمص. من حمص؟ أه. وشو عم تعمل هون بالطريق؟ بشحن. وأمك وينها؟ أنا؟ إيه. قاعد عم بيت جدة. أمك عم بيت جدك؟ لا، بخضر أمي. وبيك وين؟ بيي ميجة. وين ساكنين بيت جدك؟ بصبرة. بصبرة. وانت مين جابك لهون؟ لحالي. جيت لحالك؟ ايه. انت قديش عمرك؟ انا 5. 5 سنين؟ ايه. لكن انت من حمص؟ انا من حمص. من حمص. وبيك ميت؟ مي ميتة. أمي ميتة. أمك ميتة؟ ايه. عندك أخوة؟ أخوة عندي. كم واحد؟ يعني في واحد. ومن طفل سوري إلى طفل كوري، وعلى طريقة المدارس القديمة في معاقبة الطالب المخطئ برفع يديه، قامت امرأة كورية بتصوير طريقة عقابها لطفلها الذي لم يتجاوز العامين بالوقوف ورفع يديه عاليا وتهديده بعصا صغيرة تؤشر بها حين ينزل يديه. ويظهر في الفيديو الذي بث على اليوتيوب الطفل مستسلما ورافعا يديه، لكنه يحاول مغافلة أمه وتنزيل يديه حين تلتفت أمه عنه، وبعد أن أنهكه التعب يتجه إلى أمه ويضمها مبتسما محاولا إنهاء العقاب. مدير عام كهرباء زحلي أسعد نكد يكرم رئيس العلاقات الخارجية في الكنيسة الروسية المتروبوليت هيلاريوم. كرم مدير عام كهرباء زحلي أسعد نكد رئيس العلاقات الخارجية في الكنيسة الروسية المتروبوليت هيلاريون والمعتمد البطريركي في روسيا المطران نيفون سيئلي في حفل عشاء أقامه بحضور حشد من الأصدقاء. خلال الحفل ألقى نكد كلمة نوه فيها بالزيارة التاريخية لهيلاريون التي تؤكد متانة العلاقة بين الكنائس وتؤسس لمرحلة سلام في المنطقة. وكشف نكد عن تعاون في المستقبل بين شركة كهرباء زحلي وروسيا على صعيد إنتاج الطاقة لتأمين الكهرباء 24 على 24 ساعة.
المطران صيقلي من جهته ألقى كلمة شكر فيها نكد على هذه البادرة التي تدل على عمق الإيمان والتعلق بالكنيسة، وختاما قدم نكد هدية تذكارية للرئيس هيلاريون عربون محبة وتقدير. اشتباكات في السعودية بين الشرطة وعمال أجانب توقع قتلى وجرحى. قتل مواطن سعودي من جراء تعرضه لاعتداء من قبل مجموعة من العمال الإثيوبيين بعد اندلاع أعمال عنف في حي منفوحة جنوبي العاصمة الرياض ليلة السبت. وتأتي أعمال شغب احتجاجا على حملات المداهمة التي تنفذها الشرطة بعد انتهاء المهلة التي منحتها السلطات لتصويب أوضاع المخالفين من العمال الوافدين. وقد طوقت قوات الأمن الحي ونفذت عمليات اعتقال قتل خلالها رجل إثيوبي على يد الشرطة التي أطلقت الأعيرة النارية في الهواء لتفريق الحشود. ووفقا لإحصائيات رسمية أصيب 65 شخصا بجروح متفرقة جراء هذه الاشتباكات. وفي وقت قررت السلطات الإثيوبية إعادة مواطنيها الذين يقيمون بشكل غير قانوني في السعودية إلى بلادهم، قالت السلطات السعودية إنها لن تغض الطرف عن العمال الأجانب المخالفين، مخصصة مقرا لإيواء من أراد أن يسلم نفسه طوعا. فيما أشار كثير من العمال المغتربين إلى أنهم لم يستطيعوا الاستفادة من المهلة بسبب الصعوبات البيروقراطية التي يواجهونها أو خلافاتهم مع الكفلاء. أعلنت السلطات الفلبينية أن 10,000 شخص على الأقل لقوا حتفهم في مقاطعة ليتاي وسط البلاد في اجتياح إعصار هيان. وأشار مسؤول في الشرطة في المقاطعة إلى أن الإعصار ابتلع عددا من البلدات الساحلية وأن ما بين 70-80% من المنطقة الواقعة في مجرى الإعصار في مقاطعة هيان قد دمرت. وبحسب السلطات الفلبينية فإن السببين الرئيسيين في مصرع هذا العدد الكبير من سكان ليتاي هو الغرق وانهيار المباني. وأعلنت السلطات الفلبينية أن الإعصار بدأ يضعف اليوم مع اقترابه من وسط وشمال فيتنام التي أجلت السلطات فيها أكثر من 500,000 شخص من المناطق المهددة. ملكة جمال الكون فنزويلية ولبنان يشارك في حفل الانتخاب. Universe 2013 is Venezuela, Gabriela Isla. The first runner-up is Spain. Thank you, Marco. فازت ملكة جمال فنزويلا جابرييلا أسلر في مسابقة ملكة جمال الكون التي نظمت للمرة الأولى في موسكو وسط مشاركة 86 شابة من بينهن ملكة جمال لبنان لعام 2013 كارين غراوي، وهي العربية الوحيدة المشاركة في المسابقة. وكان من بين لجنة حكام المسابقة المغني ستيفن تايلر من فرقة أيرو سميث، وتابع الحفل الذي أقيم في قاعة احتفالات كبرى في موسكو نحو 2,000,000 مشاهد عبر العالم. وقد أهدى الأمريكي توماس روبرتس الذي ترأس الحفل مع مغنية فريق سبايس جيرلز السابقة ميل بي الاحتفال إلى ضحايا الإعصار في الفلبين. وتم استبعاد ملكة جمال روسيا ما أثار صيحات استهجان في القاعة. وفي ختام النشرة تذكير بأبرز العناوين. مهرجان تصعيدي في طرابلس ودم خطبائه عم يغلي غلي. في الخاص جوس بلاش ببلاش والوزير الملك يغطس في مسبح الجامعة. حزب الله من سوريا إلى سورينام. ماراثون بيروت كينيا وإثيوبيا ركضتا لأجل لبنان. لبنان لأنه أنا بحب لبنان كتير. محادثات النووي انتهت مرحليا ببسمات ظريف. كان في النشرة أيضا داعشيات منوعة بالعربي والألباني. إن شاء الله ميزن الله وديش كاترين تقوزة. كان هذا كل شيء حتى الساعة. نشكر لكم حسن المتابعة ونعود ونلتقي بكم في نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم عند 11:30. فإلى اللقاء.